السلام عليكم. قبل ما اقول لك كيفاش وقع الاختيار، حاب نحيي كاع الشعب الجزائري ونتقدم بالشكر للانديه اللي تواصلت معايا وتفاوضت معاهم وما كتبش ربي. وبون الاختيار وقع في مولوديه الجزائر الصراحه، مفاوض يعني اتصال تاع رئيس الفريق يعني كان واضح وصارح معايا، وكان عارف كيفاش يقنعني بعديش انا نقول لك 5 دقائق ولا 10 دقائق هضرنا مليح. وبور مو انايا ان شاء الله نكون درت البون شوا ليا، وان شاء الله نكون عند حسن ظن الجميع وخاصه انصار مولود في الجزائر اللي على بالي بلامي سنوا فيا بالكثير وطالبوني بالكثير. انا متاكد وانا واعي بحجم المسؤوليه ان شاء الله هذه. أكيد أنا البطولة هذه خرجت منها كما يقولون، ما بغض النظر عن الأندية اللي لعبت فيها، ما لازمش نساو خير البطولة هذه اللي خلاتنا نخرجوا وخلاتنا نطوروا وخلاتنا نوصلوا للمستوى اللي وصلنا له، سواء في المنتخب ولا في الأندية اللي لعبنا فيها. الحمد لله على كل حال، وإن شاء الله هذه الخطرة ولينا إن شاء الله هنا في بلادنا في البطولة تاعنا إن شاء الله نقدموا الإضافة الدرجة الأولى لمولودية الجزائر بالنادي هذا الكبير هذايا. وبطولة إن شاء الله تتحسن بوجود لاعبين إن شاء الله يكونوا لاعبين واحد آخرين، بغض النظر على الاسم ولا مانيش حاب نذكر أسماء، إن شاء الله يكونوا لاعبين في المستوى باش يعني جا الوقت باش البطولة تاعنا تافونسي شوية مع لي ستاد لما يتبنا ومع واش أنا نشوفو شو يصرا في السبور وفي انا نافونسي، وان شاء الله تاني نزيدو نافونسي مع هاد الكوتي هذا تاع البطوله الوطنيه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. ونشكر كاع كل واحد دار فيا ثقه في هاد باش جيت الفريق هذا، على راسهم رئيس حكيم حجر جم نوجه له التحيه. ونشكر تاني الانصار تاع مولوديه الجزائر اللي راني يعني نشوف باللي فرحوا بالقدوم تاعي، هذه مسؤوليه فوق ان شاء الله. وان شاء الله انا ما نقولش راني سيرمي، باذن الله ان شاء الله نتكامل واش عندي ونكون عند حسن ظن، يعني نكون في نفس مستوى اللي يستاهل يكون فريق مثل مولودية الجزائر. وان شاء الله ماشي انا وحدي، ان شاء الله نتعاوني كامل ونكونوا جروب واحد باش نرجعوا الفريق هذا ان شاء الله لما على المنصات والبلاصه تاعو الطبيعيه مع بلي جوا اللي هم كاينين ولا اللي هم يجي، ولا لازم نكونوا قاعد وحده بغض النظر على الاسم ولا بغض النظر على الجنسية ولا الاسم. مهم عندنا بيت واحد اللي هو مولود الجزائر، تفرح الشعب هذا اللي رانا نشوفه على بالنا بلي الشعب تاعهم شوامة بزاف. وانا نشوفه انا تبعت المباريات الاخيرة يعني تشوف 40,000 50,000 ما شبونس با تصرى دائما في الجزائر، سيرتو مع ايكيب ما كانش تنافس على بطولة ولا كانت تنافس على كأس، ولا يعني تشوف مباراة عادية فيها 40-50,000 صافي بليزير. وهذا الشيء فيها مسؤولية، مي هذا هو الفوتبال، كرة القدم فيها الضغط، لازم يكون فيها الضغط، هذا الضغط لازم يكون إيجابي ويتحول في أرضية الميدان. إن شاء الله يعني نكونوا في المستوى ونقدموا الشيء اللازم في الملعب بإذن الله إن شاء الله إن شاء الله. الله يحفظك. بون جو ديغي تو دابور ميرسي au président et au dirigeant pour la confiance. Puis c'est vraiment un honneur puis un privilège de porter les couleurs du Mouloudia, le club d'Ouen. Pour moi, je considère que c'est le plus grand club ici en Algérie. Donc c'est un défi personnel de pouvoir vraiment donner le meilleur de moi et puis répondre aux attentes des dirigeants du club. Bon, étant depuis tout petit, on entendait pas mal les choses de cette équipe de Mouloudia. Donc ça reste le premier club ici. Donc vraiment venir dans ce club là c'est quelque chose de vraiment incroyable, puis c'est vraiment un plaisir pour moi d'être là. Et puis je suis content que les deux clubs sont tombés d'accord pour pouvoir finaliser les choses et que je suis là. Vraiment mes ambitions ont remporté plus de titres. Voilà, ça fait quand même des années que le club n'a pas remporté de titres. Donc vraiment tout d'abord gagner ma place de titulaire, voilà, répondre aux attentes de l'entraîneur et puis gagner des titres pour ce club-là. Vraiment, je dis merci aux supporters
pour leur soutien, leur abnégation et puis leur implication tout au long de l'existence de ce club-là. Puis je leur demande encore de toujours venir massivement au terrain pour nous soutenir et puis on donnera toujours le meilleur de nous. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اليوم راني في فريق مولودية الجزائر، فريق كبير، فريق غني يعني تعرف، يعني كنت مرتبط بعقد مع إدارة خنشلة. كان الاتفاق ما بين الإدارتين وكان الاتفاق جد سهل ما بين الإدارة واللاعب الحمد لله، وكانت عندي الرغبة هذيك باش نلعب في مولودية الجزائر. يعني الحمد لله اليوم إن شاء الله نشرف العقد نتاعي ونمد قيمة القميص اللي راني لابسه إن شاء الله. ان شاء الله اليوم راح تكون تجربه جديده بعد تجربه اتحاد خنشلة لمده 3 سنوات. يعني ما نكرش في الخير تاع اتحاد خنشلة اللي وصلني للمنتخب المحلي، وان شاء الله ساطرق ابواب المنتخب الاول ان شاء الله من بوابه مولوديه الجزائر. يعني والله انصار مولوديه الجزائر يعني راهم في 58 ولايه، يعني غنيين عن التعريف. ان شاء الله نوعدهم نمد له ماكسيموم ان شاء الله باش نفرحهم ان شاء الله. التحضيرات تمر بزاف في ظروف مميزة. التحضيرات اللي جرت عليها غلب عليها الطابع البدني والتقني والتكتيكي. الحمد لله احنا اللاعبين تجاوزنا بزاف مع هذه المراحل، وان كل لاعب كان متكامل واش عنده باش يكون جاهز 100% للبطولة. عجبنا الاستخدامات هذه اللي كانت صح نوعيا. نشكر كامل الطاقم الإداري اللي قامنا بالاستخدامات هذه اللي كانت مميزة، سيتوين لاعبين دوليين اللي معروفين على الساحة الدولية، لاعبين أسماوات كبار اللي بزاف راح يساعدوا اللاعبين حاليا في التربص، وراح يساعدوهم بالخبره تاعهم. ان شاء الله راح نكونوا كاملين يد واحده ان شاء الله، ونمشوا بالفريق للمراتب الاولى. صراحه الاصابه الحمد لله اصبحت من الماضي، الحمد لله الانسان استعفى. ماشي سيفري صح ماشي سهله، وين كنا في مرحله الاياب كامل اللي ما لعبتهاش. الشيء الاهم انك تتكل على الله وتسترجع كامل الامكانيات. نشكر الطاقم، نشكر جميع اللي عاوني سواء طبيا ولا معنويا، نشكر كامل الناس. الحمد لله امنت ورجعت وراني نخدم ومازال نزيد نخدم ان شاء الله، وان شاء الله نتمنى ان شاء الله باش نمد هذا الموسم افضل من الموسم الماضي، لانه صح الموسم الماضي سجلت 4 اهداف اللي ما كانتش كافيه باش تمد بزاف الفريق باش نعاون بها الفريق. الكلمه اللي نمدها الانصار المولودية، الحمد لله الانصار اللي انصارنا معروفين عالميا، سيرتو وين شفتوهم لعبنا مقابله وديه اللي كان الجمهور هنايا بزاف على ارضيه الميدان، وين صراحه دهشونا حنايا. نطلب منهم باش يساندونا في المباريات تاع البطوله، لان الموسم هذا راح يكون ان شاء الله راح يكون فيه افراح ان شاء الله، باش يعاود يولي الفريق لمنصات التتويج، لانه الفريق يستاهل كل عام يفوز على الاقل يفوز بلقب كل موسم. نشكركم بزاف على هذه، وان شاء الله يا ربي تكون اتقاء قوي. السلام عليكم شعب العميد، زكريا نايتي معكم في المولودية. السلام عليكم مولودية، يوسف ليلي راه معاك. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. سعيد جدا بانضمام الى نادي بحجم مولودية الجزائر، مولودية شعبية. الحمد لله يا ربي وفقني اني انضممت الى هذا النادي، يعني نادي معروف، نادي بجماهيره وبعراقة هذا النادي العريق.
الحمد لله يا ربي، اتمنى انه نقدم افضل ما عندي لهذا النادي واطور نطور كثيرا، خصوصا الامكانيات التي يمتلكها هذا النادي، يعني تساعد جميع شبان التطور. ومن الاشياء التي حفزتني على الانضمام لهذا النادي هو يعني هناك تغييرات نحظها في مؤخرا في فئات شبانيه لهذا النادي والامكانيات التي يوفرها، يعني هذا شيء واضح. والحمد لله يعني هذا القرار اتخذته كان اختيار، الحمد لله ان شاء الله يكون اختيار صائب، اتخذت القرار مع العائلة تاعي وكاين الناس اللي حفزوني ودعموني نتخذ هذا القرار، وان شاء الله يا ربي نحقق اهداف مع هذا النادي ان شاء الله ونفوز مع هذا الالقاب ان شاء الله. اول شيء اني الان مدى طموحاتي مع المولوديه كبيره، يعني مدى احنا بدا مع الفريق الرديف، ولكن اتمنى انه نواصل العمل ونطور نفسي حتى نلحق الفريق الاول، ويعني تكون عندي مكانه الفريق الاول ان شاء الله. We'll be right back.